السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي القناوية كما راكم تشوفوا. طيبناها من قبل وخذت معنا ساعتين من زمان، يعني حسب اللحم تاعك. نشوفوا الوصفة مع بعضنا. المفروض كان فيها كسرة مطلوع، ولكن مرة أخرى إن شاء الله نعملوها. روحوا نشوفوا الوصفة، روحوا نشوفوا، يلا روحوا نشوفوا، يلا نروحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد إخواني الكرام، أحبابي، أبنائي، بناتي، اليوم جبنا لكم وصفة قناوية. القناوية وهي معروفة في الشرق خاصة بالجزائر وبعض المناطق في المشرق، عيطولها البامية، احنا نقولها القناوية. القناوية هذه نطيبوها باللحم الخروف، هي معروفة خاصة بالعنابة. أنا اليوم نعطيكم طريقتي العنابية. العنابة هي بشرق الجزائر، هذه مدينة ساحلية فيها يعني بلاج، فيها يعني مناطق صحية ما شاء الله. العنابة تمتاز ب يعني وصفات تقليدية ما شاء الله، مثل الشخشوخة، مثل البراج، مثل يعني اشياء كثيره، يعني لو نبقى نعدها ما نحبسوش. عندنا القناويه، نبداو نشوفوا القناويه اليوم هذه كيفاه نصفيوها. القناويه هذه عندها الشوك هذا، يعني الشوك الرقيق ها كما تشوفوا هذا الشوك. كاين الناس، بعض من الناس، انه الشوك هذا ينحيوه بالسكينه وما يجرحوش الحبة، لأنها الحبة فيها يعني مادة لزجة سائل، يعني وكطيب لنا في الماكلة تسيب هذيك المادة لزجة، تولي يعني تتعلق أو مثل العسل هكذا. هذه الحبة الأولى نحكمو نقشروها بدون أن نجرحها، ولكن العملية هذه شوية تطول، يعني حبة بحبة. وكاين عملية ثانية، العملية الثانية هذه عفوا، نجيبو صيار يكون خشين، يعني الثقب تاعو خشين، نحطو هذه القناوية هنا هكذا، ونجيبو ورق بابيجينيك ونحكمو الحب هذا في السيار ونحيولو الشوك تاعو، ننزعولو الشوك تاعو هكذا. نبورو لإسقاط الشوك تحت السيار، ونجيبو يعني شوفو هاد حبات هكذا نحكوهم هنا هكذا. انا عندي طريقه لي اسهل كما راكم تشوفوا. ها الشوك هذاك هبط كما راكم تشوفوا، نعاود نفس العمليه حتى ننتهي منها ونرجع. الان نجيبوا القناويه تاعنا او الباميه، نحطوها في اناء ونصبوا لها الماء هكذا ونغسلوها. من بعد ما نغسلوها نجيبو سكين، نجيبو سكين نحطوها على جانب ونحطوها في كسكاس تقاطر منها الماء او تستقطر حتى تشيح، ونعطيكم العمليه كيفاه. بعد ما نشفت الباميه تاعنا او القناويه حطيناها في طرشون
او كتانا نشفناها مليح وجبناها هنا. نبداو نجيبو الحبه حبه بحبه ونجيبو سكين ونحاولوا نقصوا على الاطراف بلا ما نعمقوا لداخل هكذا. بسم الله كما تشوفوا بلا ما نغمقوا لداخل لانها عندها ماده لزجه تخرج لنا وتعمل لنا مشكل في الطهي. نجيبوا الحبه الثانيه بسم الله نقربوكم شويه نبداوها منا الحاشف فوق الفوق يعني هكذا كما راكم تشوفوا ونكملوا كل يعني حبات البنية هاك تشوفوا هكذا ها ونرجع لكم. الان جبنا طنجره تاعنا ونبداو في القلي هذا اللحم ومن بعدين نعطيكم البنية كيفاه قشرناها. نجيبوا اللحمه تاعنا هذه لحمه قطعه كبيره لحم الخروف نحطوا ملعقتين زيت بسم الله ونجيبوا نصف ملعقه زبده نزيدوا كميه صغيره تقريبا ملعقه زبده ونحطوا هذا الطنجره او البرمه فوق النار حتى تتقلى هذه اللحمه وتخش فيها طياب ومن بعدين نحطوا البصل. تقلات اللحمه ودخل فيها الطياب حركناها قلبناها هكذا نجيبوا البصل تاعنا بسم الله نحطوا البصل نجيبوا سنتين ثوم نرطيهم نزيدوا الان نحطوا الملح كميه ملاحه الملح هكذا. نزيدوا الان نفاحه اللحم هو خاص باللحم هذا المتبل ما شاء الله انا خدمتي دائما به هو في اللحم وعندنا تاع الشاورما وعندنا تاع اللحم الخروف وعندنا تاع سمك اليوم عندنا تاع اللحم هذا ما شاء الله. حطوه نزيدوا نصف ملعقة فلفل أسود زين نضيفوا نصف ملعقة زنجبيل وهو صحي جدا. والآن بعد ما قطعنا قناوية أو بامية هني الراس تاعها هكذا نجيبوها نحطوها هنا ونجيبو مقلة ونقليوها شوي في الزيت. الآن بعد ما حطينا المقلة تسخن حطوا كمية الزيت بسم الله ثلاثة ملاعق من الزيت نجيبو البامية تاعنا أو القناوية حنا نقولو قناوية نحطوها بسم الله يعني القناوية من الأحسن تكون رقيقة يعني تكون عندها جودة عالية أما الخشينة هاذيك ماهيش ملاح الأحسن نجيبو القناوية الرقيقة الصغيرة. نحاول ندخل الزيت في القناوية كامل تدبال شوية ونحاول هكذا نبورو ونحاول ندخل الزيت في جميع النواحي تاع القناوية من بعد نقدروا إذا نحبوا نخزنوها في المجمد نحيوها نسقطروها في كسكاس تبرد حطوها في كيس بلاستيكي حطوها في المجمد تبقى لنا حتى 6 7 اشهر يعني الوقت ما تكون ما هيش وقتها نقدر نطيبوها. من بعد ما دبلت ودخلت فيها زيت القناويه ديالنا جبنا كسكاس في ثقب نحطوه هنا سقطر ونرجعوا للطنجره تاعنا. الان بعد ما تقلل البصل تاعنا نجيبوا طماطم يعني حبب مرحية نحطوها على اللحم هذا
ونجيبوا طماطم مصبره اللي كنا خدمناها في البيت ونعتناها لكم في فيديو، نحطوا ملعقه اثنين ثلاثه، يعني هذا القناوي يعني على طريقتي الخاصه، طريقه ابو ساجد، يعني طريقه العنبيه بحته. الان بعد ما دخل الطياب الحمد لله، نجيبوا سكينه ونشوفوا الحمد لله دخل فيه الطياب ما شاء الله. نجيبوا القناويات يعني او باميه نحطوها، انا عندي كميه صغيره هنا خدمتها، وعندي كميه اخرى يعني في المجمد جبتها خرجتها من المجمد، بعد نحطها هكذا. وعندنا باذنجان مقطع يعني مكعبات باذنجان، يعني احلى قناويه هي بالباذنجان. كاين ناس يحطوا في الفلفل الاخضر او في الحلو هذاك، انا ما نحطوش يعني ما يعجبنيش حقيقه. وكاين ناس يحطوا قناويه بلا ما يحطوا بالباذنجان، والباذنجان هذا لازم ضروري ضروري. احنا في الشرق في عنابة هالقناويه تجي مع باذنجان، نحطوهم مع بعضهم ونكملوا القناويه اللي عندي المجمده اللي خرجتها من الفريزر ورجعوها للنار. القناوية ديالنا جاهزة طابط الآن ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا كيفاه طيبة. أنا من عشاق القناوية. هذا فلفل حار كما تشوفوا، عندنا اللحم هنا طاب زبدة ما شاء الله كما تشوفوا. القناوية طيبة. ندوقوا القناوية، ندوقوا بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله، روعة 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 والله ما شاء الله ما شاء الله. جربوا طريقة العنبية تنجحوا فيها من ذوق ما شاء الله، وخاصة الآن عندنا في وقت قناوية، اشريوها وعملوها كما عملناها في الفيديو، وخبيوها في أكياس بلاستيكية تلقوها في الشتاء في الربيع، يعني الوقت اللي ما تكونش فيه قناوية حاضرة تجبدها أو تخرجها من الفريزر وطيبوها. بهذا الفيديو نقول لكم السلام عليكم، ما تنساوش تعملون لايك للفيديو هذا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يأتيكم الجديد بإذن الله. بإذن الله نوصلوا 4000 ساعة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.